قدير، أهلا وسهلا. أهلين فيكي، ليش ما أكلتي؟ والله صار لها يومين ما عم تحط ولا لقمة بتمها، بركي أنت بتقدر تقنعها تاكل. طيب أنا بطعميها. نحن كمان ما كنا ناكل بأول كم يوم، يعني قصدي لما نحن خسرنا أمي وأبي. أنا حاسس فيكي كتير منيح جميلة، كنت فكر إني ما عاد كون مبسوط ولا عاد أقدر كمل حياتي، بس بعدين عرفت إنه الحياة بتستمر لأنه الحياة مجبورة أنه تستمر، وأنت مجبورة تتأقلمي مع الحياة، ما في طريقة تانية. أختي ماتت بسببي أنا يا قدير. لا لا تقولي هيك، يعني شو كان بيعرفك أنه هيك رح يصير هنيك؟ كان قصدك تعملي شي منيح، ويلي ساويتي من البداية كان لتنقذي أختك وبس، بعدين طلعت الأمور عن سيطرتك. بس لو ما اجيت لعندها وتدخلت بحياتها، لو ما عطيتها المصاري وقررت تهرب، ما كانت تأذت ابنه. في شي جوا عم يقول لي انا السبب بموتها. لا تفكري هيك، لانه انت عم تغلطي بطريقه تفكيرك هي. بالنهايه عملتي يلي عملتي بس لانك بتحبي اختك. أنا كتير خجلانة من أوجان ومرت عمك. الحمد لله أنه ما ماتوا كمان. الأعمار بيد ربنا، ما حدا بيعرف شو مكتوب. لا عاد تلومي حالك، أنت إنسان كتير منيح قدير. ما استفدت من أني أكون إنسان منيح، بس أنا ما بعرف كيف كون إنسان سيء. خلص انسي هلأ، يلا بلشي أكل لشوف، وهي كاسة الشاي قدامك. بوجن دنden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.